السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم صنع كنز. ان شاء الله تكونوا بخير وتمام تمام. هنجاوبكم في هذه الحلقه على بعض اسئلتكم. السؤال الاول من عند اخت سميره، تسال كيفاش ناخذ القياسات مباشره على الشخص، مباشره على جسم مثلا الكليان. فأختي الطريقة هي نفسها اللي شرحت لكم فوق القفطان، نفس الطريقة. يعني كنخدم أنا بالقياس ديال الربع صافي. المهم باختصار عاد طبقي نفس الطريقة اللي طبقنا فوق القفطان. كتبقى حاجة واحدة، إذا كانت السيدة لابسة مثلا بنطلون، فالبنطلون يصعب عليك تاخدي الربع. شنو عاد تعمل؟ يعني في الجهة ديال الحوض غادي تجيبي المترو وغادي تدوري على المنطقه اللي عندها ممتلئه في جهه الهونش يعني الحوض، وغتبقاي دي الميتر وتطلعيه وتهبطي تحسي به كيطلع ويهبط بسهوله. ديك القياس اللي غادي تلقاي مع الحديده ديال المترو، ديك القياس قسميها على 4 واللي خرج لك كتزيدي عليه 5 سنتيم كيكون فيها حتى الخياطه. واضح؟ سؤال اخر من عند الاخت ايمان، تسال كيفاش نحسبوا التركيز اذا كان القياس لمرأة سمينة. فدائما في القياسات كيطرحوا عليا جوج ديال الاسئله، كيلقاو بنات فيهم مشاكل. مشكل الهونش انا قلت لكم كيفاش، يعني ديروا المترو وتقسموا على 4 وتزيدوا 5 سنتيم، وكيتطرح المشكل ديال التركيز. التركيز هو هذا، الاخوات في مصر كيعرفوه بالجيرو، هاد القياس اللي كيعطينا خط الصدر، اعتقد كيقولوا ليه الجيرو. المهم حنايا كنعرفوه بالتركيز. فبزاف البنات كيلقاو مشكل انهم يلقاو القياس ديال التركيز. فالحل اخواتي سهل وبسيط، نعطيه لكم عن طريق معادله. فباش تلقاو التركيز يساوي ربع قياس الصدر ناقص 2. نعاود، التركيز باش تلقاو حتى تجدن قياس التركيز، المعادله هي التركيز يساوي ربع الصدر ناقص 2. وهذا القياس ديال الصدر والقياس ديال التركيز من بعد كتضيفوا ليهم الخياطات، يعني الصدر تزيدوه 2 سنتيم بالخياطه والتركيز تزيدوه سنتيم بالخياطه. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره. اخت كريمه تسال، اخت فاطمه تسال، يعني باش نجيو نرسمو لكم شنو كنعبروا، واش التقويره ديال الامام او التقويره ديال الخلف. ها يعني جواب اختي هو اننا باش كنرسموا يعني هذه القبه ديالكم، هذه القبه هذه، فاحنا انا شخصيا دائما كنعبر التقويره ديال الامام. واخا مثلا شي مرات كنضطر ندخلوا بسنتيم باش القياس ديالنا يجينا هو هذاك، واخا ديك الدخول بسنتيم في التقويره ديال الامام راه ما كتاثرش. يعني كتعبري بعد دخولك بسنتيم كتولي تعبري التقويره، وهذيك القياس اللي لقيتي كتفصلي، يعني كترسمي به لكم وتفصلي راه كيجيك هو هذاك. ملي كتلصقي الكتف وتخيطي لكم مع الامام مع الخلف راه كيجي هو هذاك، ما تخافيش ديك السنتيم ما كيأثرش. فان شاء الله اختي يعني يكون جاوبتك واقتنعتي بالجواب. مالاباتا والاخت ناهد سالوا على هاد 14 سنتيم، على اي اساس ومن جبناها؟ اخواتي هاد 14 سنتيم راه هي قاعده، وهاد الكم هذا اللي شرحت لكم راه كم مبسط سهل على المبتدئات. انا بامكاني نوري لكم الكم، يعني الكم اللي لقينا في المدرسه ديال التصميم، هو كم فيه بزاف المعادلات. نوريكم بحالاش هو كم الاساسي، يعني فيه كل شيء منطقي وفيه كل شيء بالحسابات. ولكن انا بالنسبه لي كنتهج في القناه مبدا السهوله والتيسير عليكم في يعني في رسم الباترونات، وما يكونوش بزاف الحسابات، ما يكونوش بزاف المعادلات. فانا كنحاول ما امكن انني نتفادى الدروس يكونوا فيهم الحسابات والمعادلات، لان المبتدئات عايشهم صعب بزاف. فهمنا؟
لذلك انا في الشرح ديالي لكم انا اصلا تعلمت تعلمت كذلك تعلمت هذه الطريقه المبسطه ديال رسم الكم وخدمت بها بزاف ومازال لازلت خدمت بها ولازلت كنخدم بها التقليدي والعصري. هذا 14 سنتيم راها قاعده لجميع المقاسات الا انه كاين استثناءات. كاين استثناءات اننا بالنسبه للاطفال راه بدا 14 نهبطوا بسبعة. كاين البنات اللي يكونوا نحيفات فما تهبطوا لهمش ب 14 هبطوا لهم بكثر يعني تهبطوا لهم من 14 حتى ل 16 باش حيت هاد المسافه هذه عندها علاقه بهاد المسافه هذه ملي كديروا هاد التصويره هذه هنا كيجينا الثوب كثير فلا بغينا الثوب ما يجيناش كثير من هنا فكنهبطوا بكثر تهبطي ب 15 حتى 16 فبدل ما الا درتي 14 ديري التصويره تجينا هكايا مع هاد الخط هكايا تجي يعني كيجينا هنا الثوب كثير يعني ملي كديري 15 16 هاد التصويره هادي كتولي تدخل هكذا كتولي كتدخل فبالتالي كيولي القياس عندك داخل فبالتالي هاد المسافه ديال الثوب اللي كتكون هكا كتحيد فاللي عزيز عليهم الكم يجي مجموع كنخدموا بهذه الطريقه فهمنا. كل ما بغيتي الكم ما يجيكش يعني عريض من هنايا كتهبطي من 15 حتى 16 وهاد ال 14 من اقصد من 15 حتى 16 النحيفات كاين بعض البنات يكونوا نحيفات فكنطبقوا لهم هاد القاعده هذه ولكن بالنسبه للمقاسات الاخرى العاديه راه 14 ممتازه 14 ممتازه ان شاء الله اخواتي نكون يعني نكون جاوبتكم وتكونوا فهمتوا مزيان الرد اللي قلت لكم. بالنسبه للاخوات اللي محتاجين موديلات انا ما نسيتكمش نفكركم ان شاء الله ان سميتو كاين اخوات طالبين خياطه باليد ان شاء الله حاضر كاين اخوات طالبين بنطلون سروال كاين اخت ناهد طلبت صدر المهدول واخا ان شاء الله كاين شوميز طالبين شوميز وموديلات اخرى ان شاء الله طلباتكم ان شاء الله كلها غتكون قريبا على القناة. خليكم متابعين. حاجة اخرى ما نسينا ان شاء الله ما نكون نسيت والو. مهم ان شاء الله ما نكون نسيت والو. كنتمنى انكم استفدتوا تكونوا استفدتوا في الحلقة اليوم. موعدنا يتجدد حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعة. كنشكركم جميعا كل وحدة باسمها. اذا عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك اعملوا لايك بارطاجوا الفيديوهات لتعم الافاده وشكرا لكم.